هذه الشيلة إهداء من تغريد العتيبي إلى والدتها الغالية نورة، حصريا على استديو الإبداع الفني. نور السنافية نور أمي عساني من فداياها، يلي بعيني تساوي كل نشمية. حصريا على استديو الإبداع الفني. من يتي في حياتي يكسب رضاها. حصريا على استديو الإبداع الفني للطالب الشيلة تأوزكم على الاتصال 0534-5-1-2-7-9. حصريا على استديو الإبداع الفني. تزين القاف ويزيد معناها. أكتب الشعر بأمي والفخر ليا، والشعر ينكتب بها ويزاها. أمي اللي بها ميزات شخصية. حصريا على استديو الإبداع الفني لطالب الشيلات أو الزفات الاتصال 0548-4-5-1-2-7. حصريا على استديو الإبداع الفني معرب أصلها وساسة ومجناها. انعطت مدة يديها رهوية، دايما مادة الجزلة يمناها. حصريا على استديو الإبداع الفني للطالب الشيلات أو الزفات الاتصال 0548-4-5-1-2-7-9. قلت بهدي لها بيات شعرية، تزين القاف ويزيد معناها. تزين القاف ويزيد معناها. أكتب الشعر على استديو الإبداع الفني، والشعر ينكتب بها ويزاها. أمي اللي بها ميزات شخصية، يعجز الشعر ما عدت مزاياها. حصريا على استديو الإبداع الفني للطالب الشيلات أو الزفات الاتصال 0548-4-5-1-2-7. حصريا على استديو الإبداع الفني معرب أصلها وساسة ومجناها. انعطت مدة يديها رهوية، دايما مادة الجزلة يمناها. شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني، دامت أفراحكم.